أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الجغرافيا، ومعاكم مستر محمود عبد الرازق. والنهارده يا أولاد هندرس درس اسمه شكل الأرض وأبعادها. طيب، شكل الأرض وأبعادها يعني الأرض اللي احنا عايشين عليها دي هي شكلها إيه؟ هل هي شكلها كورة؟ أنا عايش على الأرض وعايش جوه الأرض، هل هي كورة؟ هل هي شكل مستوي زي القرص كده؟ طب تعالى ما نشوف كده من خلال درسنا النهاردة شكل الأرض وأبعادها. وفي الأول نسير سؤال ونقول، هل الأرض اللي بنسير عليها هل هي كروية أم مسطحة؟ طيب حد فكر فيكو الأرض شكلها إيه؟ هل ممكن نقول عليها كروية ولا ممكن نقول عليها مسطحة؟ طيب، الأرض هي شكلها في الأساس كروية، لكن إحنا شايفينها مسطحة وما فيهاش أي جزء منحني، مش زي الكرة ولا حاجة. طب تعالى ما نشوف كده، هي الأرض أصلا إحنا بنشوفها مسطحة ليه؟ يعني إحنا بنشوف الأرض مسطحة ليه؟ إحنا بنشوف الأرض مسطحة وليس بها أي انحناء، لأن إحنا الجزء اللي بنشوفه من الأرض بعينينا جزء صغير جدا جدا من الأرض، وبالتالي أنا شايف الأرض ممهدة، شايفها زي القرص، شايفها سطح مستوي جدا، وبالتالي أنا مش شايفها إن هي كروية. لكن في حقيقة الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض كروية. طيب، يبقى احنا ليه بقى بنشوف الأرض سطحها مستوي منبسط ليس به أي انحناء؟ زي ما احنا شايفين كده، لأن احنا الجزء اللي بنشوفه من الأرض هو جزء صغير جدا من سطح الأرض. طيب، لكن الأرض في الأساس شكلها إيه؟ شكلها كروي. طب وهنعرف الشكل الكروي دي يعني ايه؟ طب انا لو شايف الارض سطحها كده مستوي وليس به اي انحناء، يبقى ممكن يجي لي هنا سؤال ويقول لي، ما النتائج التي ترتبت على يعني السطح المستوي او شكل الارض مسطحة؟ لو كانت فعلا الارض مسطحة يا اولاد هيترتب عليها شوية نتائج. ايه هي النتيجة الاولى؟ هنشوف كده، هتسقط اشعة الشمس على الارض كلها في وقت واحد. في وقت واحد هتلاقي الاشعة كلها الاشعة كلها بتسقط على الارض كلها من شرقها لغربها في وقت واحد لو السطح مستوي. وبالتالي لما تسقط اشعة الشمس عليها في وقت واحد هيترتب عليه عدة نتائج. النتيجة الاولى رقم واحد، ان المناخ يبقى ثابت في كل الدنيا. اتنين، عدم تنوع النبات الطبيعي، وبالتالي عدم تنوع الكائنات الحية، وبعدين بالتالي عدم تنوع البيئات، مش هيبقى فيه اختلاف في الحياة ولا تنوع فيها أبدا، ولكن ربنا خلقها غير كده. يبقى هنا عندي السؤال الأول اللي بيثار على إن الأرض فعلا لو كانت مسطحة وليست كروية هيترتب عليها عدة نتائج. النتيجة الأولى إن الشمس كلها تسقط على الأرض في وقت إيه؟ برافو، في وقت واحد. وبالتالي هنلاقي عدم تنوع المناخ هيبقى ثابت، وعدم تنوع النبات، وبعدين هلاقي عدم تنوع الكائنات الحية، وبالتالي عدم تنوع البيئات. لكن ربنا خلق زي ما قلنا الأرض إيه؟ مش مسطحة زي ما اتفقنا، ولكنها كروية. تمام، تعال ما نشوف الشكل الكروي. لما احنا نشوف الشكل الكروي زي ما احنا شايفين كده، نلاقي يترتب عليه حاجة تانية. الشكل الكروي لما تعرض الأرض أمام الشمس هتلاقي إن بتسقط أشعة الشمس على أجزاء ولا تسقط على أجزاء تانية خالص، وبالتالي هيتنوع المناخ وهيتنوع النبات وهتتنوع البيئات، لأن ربنا له حكمة من خلق الأرض كروية. يبقى بالتالي ما النتائج التي ترتبت على كروية الأرض أو الشكل الكروي للأرض؟ واحد، اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس. اختلاف ايه؟ زاوية سقوط أشعة الشمس، هتسقط على أجزاء ولا تسقط على أجزاء أخرى، ولا تسقط على أجزاء ايه؟ أخرى. وبالتالي لما ما تسقطش أو تسقط على أجزاء ولا تسقط على أجزاء أخرى هيتنوع المناخ.
ويتنوع النبات وتتنوع الكائنات الحية، وبالتالي تنوع البيئات، يبقى عكس الشكل المسطح تماما. يبقى الأرض هي كروية وفي نتائج ترتبت على ذلك. يبقى تاني بنقول ما النتائج التي ترتبت على الشكل الكروي للأرض؟ واحد، اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس، ولما تختلف زاوية أشعة الشمس تسقط على مناطق ولا تسقط على مناطق أخرى، وبالتالي هيتنوع المناخ ويتنوع النبات وتتنوع الكائنات الحية وتتنوع البيئات. يبقى في تنوع في الحياة لأن ربنا عايز كده. طيب هنا كده أستاذ عرفنا أن الأرض في النهاية خلصنا من الكلام ده بأن إحنا الأرض مسطحة ولا كروية؟ كروية. طيب تعال ما نشوف بقى، طالما عرفنا الشكل الكروي للأرض نشوف الجزئية الثانية من الدرس، وهي الأرض بقى شكلها بالضبط عبارة عن إيه؟ شكل الأرض وإيه وأبعدها؟ هل الأرض بقى، أنت قلت لي كروية، هل هي كروية تماما زي الكرة والدايرة؟ ولا يعني فيها جزء كده بارز وفيها جزء مسطح؟ تعالى ما نشوف كده. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم والأرض بعد ذلك دحاها. وكلمة دحاها هنا يا أستاذ يعني فيها تسطح شوية أو قريبة من جنبين وبنسميهم القطبين، وفيها بروز أو انبعاج من جنبين آخرين. وبالتالي لما يجي لي هنا سؤال يقول لي هل الأرض كروية تماما؟ أقول له لا، الأرض ما هيش كرة كاملة، ولكنها ليست كاملة الاستدارة، بمعنى الأرض ليست كروية تماما فهي منبعجة. طب يا أستاذ كلمة منبعجة يعني إيه؟ يعني فيه بروز من الأرض من جنبين من الشرق والغرب، وبعدين ومفلطحة يعني قريبة من الجزئين الشمالي والإيه والجنوبي، بنسميها تفلطح. يبقى الأرض ليست كروية فهي منبعجة عند خط الاستواء ومفلطحة عند القطبين. طب اديني دليل. طب بص كده لشكل الأرض، الدايرة لو بصينا للشكل الأحمر ده هنلاقيه دايرة كاملة، والجزء اللي كامل ده هو شكل الأرض، قريبة شوية أو من البيضة. وبالتالي لما نيجي نقيس القطرين بتوع الأرض غير القطرين بتوع الدايرة، القطرين بتوع الدايرة بيتساووا القطر، أي قطر في الدايرة بين أي نقطتين طالما بيمر بالمركز بيتساوى مع أي قطر آخر. لكن لما جينا للأرض نقيس أقطار الأرض اللي بتمر بالمركز بتاعها بنص الأرض، لقينا أن عندي قطر أكبر من التاني، يبقى الأرض ما هيش كورة. وده الدليل عشان خاطر لما يجي لي سؤال يقول لي دلل على أن الأرض ليست كروية تماما أو ليست كاملة الاستدارة، الله، أنا عندي طول القطر الاستوائي، والقطر الاستوائي ده قطعة مستقيمة بتصل ما بين هنا كده الشرق والغرب وتمر بمركز الأرض، لأنه أكبر من طول القطر القطبي اللي بيصل ما بين القطب الشمالي أو نقطة الشمال ونقطة الجنوب، وبرضه بيمر بمركز الإيه؟ الأرض. وتعالى ما نشوف ونفسر الإيه الجزئية دي، يعني إيه قطر استوائي ويعني إيه قطر قطبي؟ قلت القطر الاستوائي عبارة عن قطعة مستقيمة تصل بين الشرق والغرب وتمر بمركز الأرض. طب والقطر القطبي قطعة مستقيمة تصل ما بين الشمال والجنوب وتمر بمركز برضها الأرض. طب عرفنا الأقطار، نشوف الدليل على إنها ليست كروية. هنلاقي إن القطر الاستوائي لما نيجي نقيسه بالكيلومتر هلاقيها عبارة عن 12681.6 كيلومتر. طيب وحلاقي إلا القطر القطبي 12638.4 كيلومتر، ولما نيجي نقيس بالميل هيختلف، هلاقي القطر الاستوائي 7927 ميل، وحلاقي القطر القطبي 7900.
إذن في كلتا الحالتين بالكيلو وبالميل القطر الاستوائي أكبر من القطر القطبي، وده أكبر دليل على إن الأرض ليست كاملة الاستدارة. يبقى تعالى مع بعض كده ما نشوف تاني، الأرض كروية ولا مسطحة؟ برافو، حلو قوي. الأرض إيه؟ كروية وليست مسطحة. طيب ما النتائج التي ترتبت على كروية الأرض؟ سقوط أشعة الشمس بزاوية مختلفة، وبالتالي تقع على مناطق ولا تقع على مناطق أخرى، فهيتنوع المناخ والنبات والكائنات الحية والبيئات. طب إيه دليلك إن الأرض كروية؟ أنا عندي دليل مهم جدا، إن القطر الاستوائي طوله أطول من القطر القطبي، وعرفنا معنى كلمة القطر بحوالي 27 ميل. يبقى احنا كده دللنا على ان الارض ليست كروية تماما، ولكنها هي كروية وليست تماما، ما هياش دايرة ايه؟ دايرة كاملة. طب احنا عايزين ندرس الارض ونشوف ايه اللي فيها، فبالتالي العلماء نقلونا بعد كده لعنصر تاني خالص، وهم ان هم رسموا لنا على الخرائط والمجسمات الارضية، رسموا لنا خطوط طولية كده، انصاف دوائر ودوائر كاملة حوالين الارض، بس ما رسموهاش في الطبيعة، ما فيش حاجة في الطبيعة. يعني الواحد فينا ما بيمشيش يتكعبل في خط طول ولا دايرة عرض. ده هي خطوط او دوائر وهمية، مين اللي عملها؟ العلماء. طب عملوها ليه؟ عشان تفيدنا في دراسة سطح الايه؟ الارض. وبالتالي احنا هنتنقل بعد كده لحاجة اسمها خطوط الطول ودوائر العرض. طيب تعالى ما نقول خطوط الطول، يبقى مين اللي رسم خطوط الطول؟ العلماء. طب رسموها فين؟ هل هي لها وجود على الطبيعة؟ لا، ما لهاش وجود على الطبيعة. طب هي موجودة فين؟ ده موجودة على الخرائط والمجسمات الأرضية. طب رسموها العلماء ليه؟ رقم واحد عشان هي لها فوائد كتير، ورقم اتنين هتفيدنا في دراسة سطح الايه؟ الأرض. يبقى اسمها خطوط الطول ودوائر العرض. يبقى لما يجي سؤال يقول لي أكمل كل مما يأتي، مين اللي رسم خطوط الطول ودوائر العرض؟ تقول له العلماء الجغرافيين. طب رسموها فين؟ على الخرائط ومجسمات الكرة الأرضية. طب ايه اهميتها؟ سهولة دراسة سطح الأرض، ولها فوائد ايه؟ كتيرة هنتعرف عليها. تعالى ما نشوف الشكل اللي قدامنا ده. ادي يا أستاذ شكل خطوط الطول، كلها بتصل ما بين القطب الشمالي وتصل ما بين القطب الجنوبي، كلها بيلتقوا في نقطة واحدة كل خطوط الطول، ويتوسطهم خط طول رئيسي. ودوائر العرض هي عبارة عن دوائر كاملة بتحيط بالكرة الأرضية، ونلاحظ ان الدوائر دي اكبرها اللي في النص وتصغر كلما اتجهنا شمالا او جنوبا. طب احنا هندرس ايه يا استاذ بقى؟ تعالى ما في الاول كده ناخد اول حاجة دوائر العرض. طيب نعرف دوائر العرض هي ايه؟ طب ما انت لسه قايل لي يا استاذ دوائر العرض هي دوائر وهمية أفقية متوازية تحيط بالكرة الأرضية. يبقى دوائر كاملة، لأن لما أجي أعرف لك خطوط أقول أنصاف دوائر، يبقى مين الدوائر؟ اسمها دوائر العرض. يبقى دوائر، يبقى دوائر العرض. طيب أنصاف دوائر تبقى خطوط الطول. يبقى دوائر العرض دوائر وهمية أفقية متوازية تحيط بالكرة الأرضية. مالها بقى؟ تصغر كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا، أكبرها دايرة في النص اسمها دائرة الاستواء، اللي بتنطبق مع القطر ايه؟ ايوه برافو عليك، صح كده، يبقى بتنطبق مع القطر الايه؟ الاستوائي. يبقى اكبرها دائره الاستواء، ونلاقيها تصغر تصغر لحد ما تصير نقطه عند القطب الشمالي والقطب الايه؟ الجنوبي. طيب عددها نلاقيهم 180 دايره، قسمهم خط الاستواء في النص ودرجته صفر، يبقى فيه 80 فوق في الشمال و80 تحت فين؟ في الجنوب. يبقى 90 اسف 90 في الشمال و90 فين؟ في الجنوب. اذا يبقى 180 دائره. تعالى اما نشوف كده. طيب دوائر العرض تاني عددها 180 دائره، نقسمهم 90 شمالا و90 جنوبا، يبقى العدد كامل 180 دائره. طيب ايه اهميه دوائر العرض؟ العلماء رسموها ليه؟ تعال اما نشوف كده. عندي ثلاث حاجات رئيسية. بص معايا، رقم واحد تحديد موقع المكان شمال او جنوب دايرة الاستواء.
وتحديد موقع المدن والبلدان، لما أعمل دائرة عرض أشوفها موجودة فين وأشوف التقاءها مع خط الطول، أحدد موقع المدن والأماكن بدقة. يبقى التقاء خط الطول مع دائرة العرض يحدد لي موقع المكان. طيب اتنين، برضو دوائر العرض بتفيدني في تقسيم العالم إلى مناطق حرارية. تلاتة، بتعرفني دوائر العرض على المناخ من حيث عناصره الحرارة والرياح والمطر. طيب يا أستاذ تاني، يبقى دوائر العرض عرفناها، خدنا عددها، قلنا شكلها ايه، بتصغر ولا بتكبر ولا كلها متساوية. يعني لو جالي سؤال وقال لي دوائر العرض كلها متساوية، طب العبارة ايها؟ غلط، خطوط الطول اللي متساوية، انما دي متوازية وبتصغر كلما اتجهنا شمال او جنوب دائرة الاستواء، اكبرها دائرة الاستواء، عددها 180، 90 شمالا و90 جنوبا. اهميتها لسه ايه؟ هيلنا ويجي لي سؤال يقول لي بما تفسر أهمية دوائر العرض. طيب دوائر العرض بقى، تعال ما نشوف العلماء برضو رسموا لي على المجسمات والخرائط 7 دوائر رئيسية على الكرة الأرضية، تعال ما نشوفها مع بعض، ودي اللي بنحدد بها موقع الأماكن، وهتبقى معانا من أولى وتانية وتالتة الدوائر العرض الرئيسية على خريطة العالم. تعال ما نشوف كده، دائرة العرض الرئيسية اللي درجتها 0 في النص يبقى مينها؟ خط الاستواء. ليه؟ هو صفر ليه؟ لأنه بيقسم الكرة الأرضية لنصين، نص شمال ونص جنوبي، 90 فوق و90 تحت، يبقى درجته صفر. نلاحظ بقى أن دوائر العرض بتصغر كل ما اتجهت شمالها أو جنوبها، تصغر لحد ما تصير إيه؟ نقطة. تعال ما نشوف كده. طيب يقع تقع دائرة شمال خط الاستواء درجتها 23 ونص شمالا، يبقى اسمها على طول مدار السرطان. ودائرة تقع جنوب خط الاستواء 23.5 جنوبا درجتها، يبقى اسمها مدار الجدي. يبقى احنا خدنا اللي في النص الاول اللي بيقسم الكرة الارضية الاستواء، درجتها صفر، يقول لي اكمل كل مما ياتي، درجة دائرة عرض درجتها 23.5 شمال يبقى اسمها برافو مدار السرطان، طب 23.5 جنوبا يبقى اسمها مدار الجدي. طيب نطلع فوق شوية هنلاقي دائرة 66.5 شمالا، اسمها الدائرة القطبية الشمالية. طيب زيها تحت 66.5 جنوبا يبقى اسمها الدائرة القطبية الجنوبية. هو شمال ايه وجنوب ايه؟ برافو سامع ولا بيقول شمال وجنوب خط الاستواء، صح. يبقى فوق زي تحت لان خط الاستواء بيقسمهم مناصفة ودرجته صفر. طب نطلع فوق خالص نلاقي الدائرة رقم 6 القطب الشمالي ودرجته 90. هننزل تحت هلاقي نقطة القطب الجنوبي وبرضو درجتها 90، هنا يبقى 90 شمالا وتحت 90 ايه جنوبا، دي اسمها دوائر العرض الرئيسية على سطح الكرة الأرضية. ويبقى كده احنا خلصنا دوائر العرض، ونيجي للجزئية التانية وهي خطوط الطول. طيب نعرف خطوط الطول، انت قلت لي الدوائر اسمها دوائر، والخطوط ذكرتني قلت لي ايه؟ انصاف، ها دوائر، برافو، يبقى اسمها انصاف دوائر، برضو وهمية ولا موجودة في الطبيعة؟ لا يبقى وهمية، بس مش متوازية يبقى متساوية. يبقى نقول تاني التعريف، انصاف دوائر وهمية متساوية تصل بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، كلها بتلتقي عند القطب الشمالي وتلتقي عند القطب الجنوبي. طيب عددها 360 خط طول، يعني ضعف دوائر ليه العرض، الاقي يتوسطها خط في النص، الخط ده اسمه خط جرينتش. خط جرينتش درجته بقى ما هيبقى في النص، يبقى برضو كام؟ صفر. طيب شرق جرينتش هلاقي 180 خط، غرب جرينتش هلاقي 180 خط، نعملها بلس للتين يبقى 360 خط طول. تعال اما نشوف كده نقول تاني، اهو انصاف دوائر وهمية تبدأ من القطب الشمالي وتنتهي عند القطب الجنوبي، متساوية ولا متوازية؟ متساوية، برافو، عددها 360، يتوسطها في النص خط الطول الرئيسي اسمه جرينتش، ودرجته صفر، 180 شرقه و180 غربه. طيب يا أستاذ هما ليه سموا خط الطول الرئيسي باسم جرينتش؟
جرينتش ده اسم قرية وموجودة في جنوب لندن، وعملوا فيها مؤتمر كان من مهمة المؤتمر ان يختاروا خط الطول الرئيسي، عشان كده سموه بجرينتش، وطلع بيمر في قرية جرينتش في جنوب لندن. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر تسمية خط الطول الرئيسي بخط جرينتش؟ لأنه يسمى على اسم قرية جرينتش التي تقع جنوب لندن، وسمي باسمها هذا الخط. طيب تعال ما نشوف كده أهمية خطوط الطول. أهمية خطوط الطول تستخدم في تحديد الموقع شرق أو غرب جرينتش. 2 تستخدم في تحديد الزمن، يبقى وفروق التوقيت على سطح الأرض. أدي أهمية خطوط الطول، ويبقى كده خلصنا درس اللي هو كان بيتكلم عن شكل الأرض وأبعادها. نتقابل بعد كده في درس تاني. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.